الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. halkan iyo garoonka RMC stadium ee magaalada Buuraha xarunta gobolka Tabeer waxay isugu soo baxay kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka Tabeer kuwaas oo ogeya munaasabada ciida iyo guud ahaan basaaka dunida islaamka looga dabaaldegayo munaasabada ciida laaxa waxana bulshada ku dhaqan gobolka Tabeer ee soo buuxdhaafsay garoonka RMC stadium kala soo qayb galay maamulka gobolka Tabeer ka degmada Buuraha salaadii wax garab aqoonyahan iyo sidoo kale bulshada qaybaha kala duwan waxana wareejin tibaa halkaasii ku dheeraday isla markaana ka warbixiyay ahmiyadda ay leedahay nabadda iyo sidoo kale qaabka wanaagsan ee loogu dabaaldegayo munaasabadda ciida mid ka mid ah salaadiinta gobolka Tabeer. iyaguna waxa halkaasii hadalka iska daba qaatay gudoomiyaha guddiga qandaraasada Soomaaliland iyo sidoo kale maayirka degmada Buuraha iyo barasaabka gobolka Tabeer oo dhammaantoodba bulshadaasi ugu hambalyeeyay munaasabadda ciida isla markaana ugu baaqay inay ilaaliyaan nabadgelyada iyo xasiloonida. mahadnaqaynaa in lagu simay muusimkii xajka intii ducaysatay iyo intii qof kale u ducaysay intii salaada ku ducaysay intii camal saalixa ku ducaysay intii sadaqa bixisay iyo intii walaal qalbigooda toobadda ay ku soo dhacay ilaahay subxaanahu watacaala waxaan ka baryaynaa inuu dembi dhaafo cid kastoo jecel inay u duceeyaan ilaahay inuu ku daro wax kastoo u wanaagsan oo ay niyadda ka dalbadeen ilaahay inuu siiyo wax xun oo ay ka ducaysteenna ilaahay inuu karayo wax wanaagsan oo ay ku ducaysteenna ilaahay inuu siiyo
إنك أنا دعاء مسلمين تحرك كذا عليه تمرد إنك كذا عليه يا مسلمين كذا عليه إن كل شيء نبي له إنه ما أقوى إلهي قلبي ذي النسوة شيء إن إلهي إلهي سبحانه وتعالى ودي من آخر فدنا وحق ورعينا والصنع وحجينا أنت ترتين إلهي كأقول أنت إنك رأي أن يدك تعالى مسلم هذا أن يدك تعالى إن إلهي نسوة إلهي كرامية سلطان محمود بولي او ان بدن تي شخصي غايد يا تي مسؤوليه غايد يا تي ديغان كان ما قاعده ان مسلمه ما معي نمريه ده خدن معي انا هو كفدنا الى هي عباده انسان انه ان اين عمل خيري دغن كان الى ما مارنا او انه بو غابي ده هنا عيد زين تو بدن كل شيء قف مسلم كان هو الله يو ان وحان لا اله الا الله محمد رسول الله هيسيس كو بان قادين كدبهيو ان الله سبحانه وتعالى نغسو إنكما إنه عوض الله أفكرين كذلك في الله أفكرين إياه دكين إياه دكين ما إنه نعجبنا ومعلم ومعلم وتكيسا وحيد تكيسا فقط هذا إلهي سبحانه وتعالى أقولي إن الله يغفر الذنوب جميعا إيوه عدد الله أفكر صلى الله عليه وسلم لا تغنبوا من رحمة الله حكا عبو صننا إلهي نحريستي سيئت وغبي سيئت وغسل وغبرا إنه من إنت أكد ذلك مالك تابقى اسوال بنا فقراء قاش كيسا هنا مع استرنا وحبنا شبهات هذا يهب بنان اما اذا كنت سوشا الا اذا كنت باتا اذا كنت قاش العسوب كينا انا اتقادي لو قيسيب ماشا اذا قاش كالقيو هذه كلاوة حاجة مع استرنا ومعنا له انا اذا ماشا لو قاد يهب ناكسنا القيسيب الا هو انه هنا هديتان فينا تكوانكي كينيني هذه الله ما سدين إلهي سبحانه وتعالى دمجنا دافع كي والدين كنا دافع أذكر ليك عن تين حمد اليوم هو قرن إنسان مالتها أرنك الله سبحانه كتاجن وكما بهاي الملايين كأوجد في ديتان كبر الله قرن كشمرود سبحان الله الملايين كبيرهان إن مالتها عن سلاج بيد الملايين يعني هبشرا إيه مشكلة لا دار خارج سو يعني كسر بلا كلام عندي إلهي وعقبنا الله أرنك إيه نبص أفكاره حكومة دولة بيسك تلتي هذه ورحمةها مايتو دبيسة خلافة كشونا نبض وقبا واقع نبض هرو وقبا واقع وحنود نبض يجي دبيش هرنا واقع لا إلى أكبر يا مكوي نبض يجي دبيش إسرائيل ما بل إلى شعب أنا خير إلا جلكوي سلية وأمانة صباح النجيرة مبارك إلى أكبر يا عيد عيد يا دايل من كارسيو عافمان يا برواقة يا بشبش وحال الله يوم ما نعينا مرمان يا مصدحات الله يسوى فتيه مراسمة وحال يسوى بغطيبا ليرى مقاوة بغان كيدا بنتي ربا حيسا غوابك حيسا ريسا هذيك بنتي اسكولة بها ريسا حديها سوحة بها الله سوق افترى والدين تيكون مريم لها مساجد بكتشري عربي وشوقي وكتشوقي ما خير وقبر يا يوتيوبي waxaa u sheegay dhammaanta waalidiinta cidii lagu soo qabto dhalinyarada isla joogta ah ee habeenkii banaanka u baxaysa ee banaanada heerkeeda lagu soo qabto waa la xidhaya waana la gudbinayaa waalidka weynan karaara ma jiro haddii kale waalid uu qabso ilmahaaga oo ku lahay sidoo kale waxaa iyada weyna ku soo badanaysaa wixii la oran jiray xabadka oo runtii dhalinyaro fara badan yaro iskuulka dhigan jirtay iyo kuwii madaarista dhigan jirtay intaba runtii dhalinyaro ku dhigayso ay xabad ka cabiyaan iyagana sidoo kale waalidiinta waxaan usoo jeedinayaa inay caruurta u fajignaadaan oo caruurtooda ilaashadaan meesha ay jiraan iyo meesha ay ku nagan yihiin intaba inay haddii lahayd may ka warhayaan maxamed cabdi telefishka codka bariga afrika bro